وللمزيد تنضم الينا الان من موسكو مراسلتنا ريج محمد. ريج اهلا بك معنا، دعينا نتابع معك ان كانت هناك اي مستجدات على صعيد التصريحات من موسكو وابرز ما صرحت به وزاره الدفاع الروسيه بشان اخر التطورات في اوكرانيا ميدانيا. نعم داليا، في آخر تصريحات وزارة الدفاع الروسية ما زالت العمليات الحربية الروسية تتركز في إقليم دنباس في مقاطعة دانييتسك، حيث جرى طبعا القضاء على مجموعتين تخريبيتين استطلاعيتين أوكرانيتين في كل من مقاطعة دانييتسك ومقاطعة زاباروجيا، إلى القرب منها فهي تحازيها أيضا إلى الجنوب، بالإضافة طبعا إلى المعارك التي لا زالت تدور إلى الجنوب من دانييتسك، وذلك للسيطرة أو محاولة السيطرة الروسية على القرى والبلدات الاستراتيجية الواقعة على هذا الاتجاه بسبب القصف الأوكراني على دانييتسك. لم تتغير كثيرا المعطيات أيضا فيما يتعلق بالمناطق الواقعة في هذه المقاطعة إلى الشمال من دانييتسك، هنا تبرز كراسني ليمان حيث أيضا لا زالت تشهد أعمال قتالية ضارية، باخموت أيضا تذكرها بعض التقارير الإعلامية ولو لم تتعرض لها وزارة الدفاع الروسية اليوم، بالإضافة إلى مقاطعة خاركوف حيث أيضا كان هناك أعمال قتالية نجم عنها كما تتحدث وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين. هذا ناهيك عن طبعا اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية لأربع صواريخ من راجمات هايمرس ومنظومة أوراغان الأوكرانية. لم تسمي الوزارة الروسية المناطق التي تم فيها الاعتراض بالإضافة إلى إسقاطها لمقاتلتين من طراز سخوي 24 و25 في سماء كل من كراماتورسك وكراسني ليمان وفقا لبيان الوزارة، ومروحيتين من طراز K8 أيضا أوكرانيتين في دانييتسك. كل ذلك طبعا تزامن مع ما تحدثت عنه مصادر روسية من عمليات استهداف أوكرانية لمناطق حدودية روسية ولا سيما في مقاطعة بريانسك حاليا، هذه المقاطعة الجنوبية الروسية التي أيضا ليست بعيدة عن الحدود مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى أيضا حديث تقارير إعلامية روسية عن اعتراض منظومة الدفاع الجوي الروسية قرب مطار إنجلس العسكري بمقاطعة ساراتف عفوا التي تبعد عن موسكو نحو 600 كيلومتر، اعتراضها لجسم غريب في السماء. شكرا لك من موسكو مراسلتنا أريج محمد.